You'll see the difference now. If we change it, you'll know how. Nothing ever stays the same. اوكي حاليا وصلنا لكاجيميش دونلي. موقع الفندق كثير حلو، زي بقرية صغيرة حوالينا، كل شيء حلو كثير المنطقة. وهسه بدنا نروح، ممكن ناكلنا اشي ونرتاح. الحلو انه الجو مشمس ورائع. نشوفكم. هذا مدخل الفندق، مرتب الفندق، تحس حالك فيه غابة. بس في الليل اعتقد انه راح يكون في كثير بعوض. ان شاء الله ما نتقرص في الليل. اوكي حاليا احنا في كاجيميش دولني، اللي هو السنترا. شوفوا المباني احلى وراي. اوكي حاليا رايحين على نهر فيسوا، بمر من كاجيميش دونلي. المنطقة راح تكون حلوة هنا، خلينا نشوف. إجمالي الأسواق اليوم كانت تقريبا 5 ساعات، تقريبا 350 كيلومتر. وهاي المدينة اللي هي كاجيميش دولني بعيدة تقريبا عن كيلتسا تقريبا 2 ساعة طريق أس الشدم. بس يعني طريق ماشي حاله، مش كثير سيء يعني. حاليا وراي اللي هو فيسوا، نهر فيسوا، من أطول الأنهر في بولندا. بيجي من وين بالضبط مش عارف، بس بمر في فرشافة، بمر في كاجيميش دولني. الحلو أنه الجو جميل، مش برد، مش شوب كمان، منيح الجو. وما في حدا كثير يعني، ما تلاقيش حدا حاليا لأنه مش موسم عطل. واليوم يوم اثنين كمان، مش هو ويكند، فما رح تكون مزدحم اليوم. طبعا فيسوا هو اطول واعرض نهر في بولندا، بمر في بولندا. وهسه رايحين نشوف مطعم ناكل فيه لانه فتحت المطاعم، بس رح نكون قاعدين برا، فخليكم معنا. صباح الخير. اليوم الثاني، نمنا في كاجيميش دولني. اليوم متجهين على لوبلين. الجو شوي غيوم، ان شاء الله ما تشتت الدنيا. فرجيكم الجو اليوم. فالجو غيوم، بس ممكن تشمس وممكن تشتي، فإن شاء الله يكون الجو حلو في لوبلين. الفندق بعطيه صراحة يعني 5 نجوم من 5، 5 من 5، لأنه النومة كانت مريحة والفطور كان رائع.
والسعر مش غالي. كنا ماشيين ولقينا هذا البيت اسمه ستاراخاتا، وفي هذا الستاراخاتا تقدر تشرب قهوة شاي، يعني زي مطعم صغير كافي شوب، شكله مرتب. احنا هسه حاليا في منطقة زي الاسم بالبولندي شوي صعب، بس كلها جذور الأشجار، والمكان هذا كثير معلم سياحي، يعني كثير ناس بيجوا له، بس اليوم فاضي ولا حدا، حتى الكشك تاع اللي المفروض انك تدفع دخولية الفازوته مسكر، ما في حدا حتى وفاضي. منظر رائع، افرجيكم بعد المقاطع هون. كنا ماشيين شايفين شو حطينا في اللوحة هون، معناها انه القرود بس بتتسلق الاشجار، فانه يقعدوا يتنطنطوا على الشجرة. بعدين شايفين هذولا الحفر، شايفين هذول الحفر اللي موجودة في الحيط، كلها زي دبابير او نوع من الحشرات ساكن هون، فديروا بالكم. اوكي، هاي هي نهاية الممر تاع الجذور، وكمان هون الجهة الثانية في كمان اللي هو زي كشك عشان تاخذ دخولية، باخذ دخولية، بس اليوم كله مسكر، ما في حدا ولا بني آدم هون. كل الممر هذا باخذ 15 دقيقة 20 دقيقة ماشي. حلو تجربة، شوفوا كيف الجذور تاعت الأشجار، فبنصح فيه إذا كنتوا جايين على كجمج دولي. وهسه رايحين على لبنان.